في البداية بنرحب بنجمة طبعا الكرة الطائرة سيدات في النادي الأهلي ونجمة منتخب مصر واللي بتلعب دلوقتي في دوري الجامعات ان سي دبل اي. بنرحب بسهيلة وفي اهلا بيك يا سهيلة. اهلا بحضرتك، منورة برنامجك وبرنامج الأبطال. طبعا سعيد بيكي وسعيد بالمستوى اللي انت بتقدميه في دوري الجامعات. ربنا يخليك، شكرا قوي. سهيلة خلينا نبتدي بالتجربة من الأول، يمكن انت من ناشئات النادي الأهلي. الحقيقة طلعتي الفريق الأول شوية، بعد كده خلصت دراستك الثانوية، وبعد كده ايه اللي حصل؟ ازاي جات لك فرصه ان انت تروحي تدرسي في احد الجامعات وتلعبي هناك؟ احنا كان عندنا بطوله تبع منتخب مصر، كانت تصفيات اولمبياد بتاعت الاخيره دي بتاعت طوكيو 2020. وسافرنا مع منتخب البرازيل، لعبنا هناك زي كان عندنا معسكر وكان المدرب بتاعنا اجنبي. ولعبنا هناك فرق من البرازيل كتير وكسبنا، يعني يمكن دي اول مره كنا نكسب فرق من البرازيل. وبعدين رجعنا لعبنا بطولة، للأسف ما توفقناش، بس يعني كنا عاملين شغل كويس قوي بالنسبة ان احنا تقريبا كان معدل المنتخب سنه صغير قوي. 21-22 كان معانا طبعا كابتن نهلة سامح وكل الناس دي، بس قصدي كان معظم الفرقة كان صغير. الافريج صغير، السن صغير. بس فساعتها الكابتن بتاعي بقى قال لي انت عندك فرصة كويسة قوي لو انت سافرتي بره. لو كان جنسيته ايه المفكرة؟ كان برازيلي. برازيلي قال لي لو عايز تطلعي يعني انت كده كده اعملي هايلايتس وحاجات زي كده يعني، وهم هيتبص عليكي يعني. هو شايف ان انت تقدري. قال لي انا قال لي يعني بالنسبه للبصرات وكده هتبقي كويسه قوي لو انت طلعتي. لو طلعت. فطبعا انا حطيت الفكره في دماغي، انا كان نفسي حاجه زي كده تحصل لي، وفعلا حطيت الفكره في دماغي بقى وجت ساعتها بقى. طيب بعتي لمين؟ يعني برضه انا عارف ان انت مرتبطه بماما جدا. جدا. وكان القرار هيبقى صعب جدا لانه انت هتضطري تبعدي عن ماما اغلب السنه. حقيقي. فلا احكي لي بقى التفاصيل دي، راسلتي مين من الجامعات؟ ايه اللي حصل؟ اول ما كونفيرم ايه اللي حصل في البيت؟ يعني احكي لي التفاصيل دي. انا راسلت كذا جامعه هناك، كان ساعتها فتره الكوفيد، كان قبل بداية. فتره الكوفيد على طول، انا اول لما رجعت من بطوله المنتخب دي ابتديت اراسل. كنت ساعتها في ثانويه عامه، وكنت في ثانويه عامه اعتقد كنت دخلت الاي يو سي في مصر. وابتديت اراسل الجامعات هناك، بعت لهم ايميلز وهم ردوا عليا على طول. يعني انا فاكره يعني انت دخلتي الجامعه الامريكيه وبعد كده بدات تراسلي وانت لسه يعني خلاص انت كنت في اول سمستر في الجامعه الامريكيه. جميل. وبداتي بقى تراسليهم، فبقى الموضوع بالزبط. اسهل، انت نفس الميجور تدرسيها هناك هناك لان هي جامعه واحده. بالظبط، هترانسفير بس. تمام. بعت لهم ايميلز وهم ردوا عليا تقريبا بعدها بيومين ثلاثه، مع ان انا كنت فيري ليت يعني، ومفروض ان انا كنت اقدم، لو انا هقدم على حاجه زي كده السنه اللي بعدها كنت اقدم من شهر 8. انا قدمت في شهر 2 او 3. قدمت متاخر قوي، في جامعات كتيره قوي قالت لي ناخدك السنه اللي بعدها، يعني كنت تقعد السنه دي كده كلها وناخدك السنه اللي بعدها، بس انا بقى كنت اخدت قرار، اخدت قرار بقى انا خلاص انا ماشيه ماشي انا عايز اسافر. فجالي كذا جامعه واخترت بقى الجامعه اللي انت فيها، هي في كليه شيكاغو صح؟ اه. طيب حلو، قولي لي بقى لما قلت لماما يا ماما خلاص انا بالنسبه لي هسافر ان شاء الله وكونفيرم، عياط بقى وهيستيريا؟ بص هقول لك على حاجه، ما اصلا كانوا فاكرين انا بهزر في البيت يعني. انا اللي كنت اللي هو ماشيه في الاجراءات وكل حاجه. سيبوها. بابا يعني عارف يا ماما سيبيها هي ماشيه في الاجراءات تمام. بس اول لما بقى خلاص السكولرشيب اتبعتت لي ان انا همضي، لقيت إيه ده بجد؟ لقيت بابا بقى بيقول لي هو ده بجد؟ فقلت له يا بابا يعني خلاص انا همضي وانت محتاج دمدي معايا. فقال لي لا انا مش همضي على حاجه. بدانا بقى الحوار هنا. بدا بقى ساعتها ماما قالت لي هو انت يعني خلاص فعلا عايز تاخدي القرار ده؟ قلت لها انا خلاص يعني صليت صلاه استخاره، ويعني حاسه ان انا خلاص حاسه هعمل حاجه زي كده يعني. فهي قالت لي بصي انا يعني هما الاثنين بصراحه ما اعترضوش فكره السفر، يعني هما دايما في مصر اصل انت بنت ما ينفعش تسافري لوحدك الكلام ده خلاص. بصراحه هما يعني حتى ولا احمد اخويا يعني ما حدش اعترض. طب واختك الكبيره؟ اختي الكبيره كانت عايزه تسافر معايا يعني مالهاش علاقه. خديني معاكي. خديني معاكي وانا هبقى مبسوطه. وانا مبسوطه يعني اختك ما كانتش معارضه. لا ما حدش في عيلتي اعترض تماما، يعني كل اعتراضهم ان هما مش عايزين يسيبوني. بس كاعتراض ان انت بنت او مثلا لا ما تسافريش او لا طب ما انت في اي سي. هو بابا يعني والدي كان اللي هو ما انت في اي سي في مصر يعني في النادي الاهلي وبتاع بالظبط، خليكي هنا. قلت له لا يا بابا بره يعني حلو. جو تاني وخبره تانيه. خبره طبعا تانيه خالص. بس خلي بالك ده انت خدتي قرارك ده واحنا داخلين على كوفيد بقى والقصه دي، فده الموضوع قفلت بقى قفل يعني. الكوفيد ساعتها قفل كل حاجه. فاخدت يعني انا كنت اوريدي خلاص ترانسفيرد وكل حاجه، اخدت سمستر من البيت، كان فرق 8 ساعات، اخدت سمستر كامل من البيت
8 ساعات اللي هم اكاديميك اورز اللي هي ال 8 ساعات دراسه صح ولا 8 ساعات فرق توقيت؟ فرق توقيت توقيت. انت خدتيه في جامعه امريكيه ولا خدتيه مع جامعتك اللي هناك؟ اخدته جامعه جامعتي هناك وانا في مصر عشان كوفيد قفل عليا. خلاص يعني انت عملتي ترانسفير نقلتي خلاص وبدات تاخدي اونلاين كورس هنا بالزبط. فرق 8 ساعات ما بين نيويورك ما بين نيويورك ومصر 6 شيكاغو كمان بقى بتروح شويه كده ساعتين كمان بالزبط. ففرق بقى 8 ساعات تمام. فكنت باخد الليكتشرز بتاعتي والامتحاناتي الساعه 2 الفجر الساعه 3 الفجر كنت بتمرن ثاني يوم مع النادي الاهلي فكان بيبقى موضوع 3 شهور ازمه 4 أو 5 شهور بس عشان عايزه تحققي حلمك. انا قلت خلاص انا كنت اخدت القرار يعني ما كنتش. طب عملت ايه في السمستر اونلاين ده؟ حسيت الدنيا سهله؟ انا كنت جي بي اي 4 السمستر ده. اه يعني اعمال السنه خلي بالكوا الجي بي اي في الامريكان بتبقى من 4 يعني اعمال السنه الامريكان بتبقى من درجاتها او الماكسيمم بتاعتها او السقف بتاعها 4 فسهيله جابت 4 من 4 ده كان فرحوا بيك قوي قوي بس ليه؟ انا بسال سؤال معلش. الناس اللي بتقعد تقول لك التعليم والتعليم في مصر واصل التعليم لما المصريين بيطلعوا بره بيجيبوا درجات عاليه جدا يعني حقيقة. يعني ليه ما عندناش ثقه في نفسنا ان احنا كويسين بدليل المصريين وعندنا سهيله مثال حقيقه هي خدت كورس اونلاين ما حضرتش كمان كورس اونلاين مع جامعتها في امريكا وجبت جي بي اي او درجات اعمال السنه او نتيجه الامتحانات 4 ليه ما عندناش ثقه في نفسنا كده؟ مش عارفه يعني انا بحس ان احنا كويسين قوي احنا بس محتاجين فرصه او محتاجين حد يحط سبوت علينا او محتاجين ان حد ينظم لنا الدنيا يعني يمكن اوحش حاجه ممكن اقولها ان في مصر ان انت لعيب ماشي انت لعيب على عينه وعرسنا بس احنا مالناش دعوه التعليم اهم حاجه ماشي ما انتوا لو نظمتوا لنا الدنيا هتلاقوا ان احنا ماشيين الدنيا مع بعض يمكن من احسن الجامعات دلوقتي اللي عامله كده كانت الاي يو سي مثلا واكاديميه اللي منظمين الدنيا شويه في التعليم بس لو انت عندك خلينا ابقى صريح معاكي شويه الاكاديميه اكتر كتير. اه لان انت شفت الاثنين وانا اه بس هو هي الفكره ان هو احنا محتاجين ده برافو عليك دعية. محتاجين نرجع تاني ان يبقى في تعاون ما بين وزاره التعليم وزاره الشباب والرياضه وده نعكس على اللاعب في مدرسته بالظبط ما هو التعاون انا لازم اشوف ليه ثمره الثمره ان اللاعب يبقى مرتاح انه في امتحاناته جدوله يبقى ما فيش مشكله